بلوهاب. اهلا بالشباب حسام الدين الهمامي. صباح النور. صباح النور سي الحبيب، ان شاء الله نهارك زين، ان شاء الله نهارك اسعد الايام، يومك سعيد، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل. نعم، في زابينج مع زميله نبيله كنت تحدثت على طالب شباب على الدوام. اي شباب على الدوام. عم شاكر الشايب من ولايه المهديه على ما اعتقد، من احد ولايه الساحل، وكنت قلت اللي هو انقطع فتره عن التعليم، بعد مشى عاد الباك ومشى يقرا في البكالوريا. تحصل على البكالوريا عام 2021، مشى يقرا في الفنون الجميله اي بوزار، مش عمل البوزار في سوسة، في سوسة، وتخرج ولاتي مع ولده. أخي معلومة تاع ولده دي ما عنديش لما. هو توزيد والحنة ممكن أكثر أي. الموضوع هذا، أما اللي نعرف أنه رو مش سهل أنك تدخل باك تعود ترجع للريتم الصحيح، وبعد في جورة بعض التكتك، لأنه الإنسان لما يدخل معتقدك الحياة بالعمل في خدمة يدخل في، وين على فكرة اللي قبل ما نخذوه أنا شبه متأكد هني ما نعرفش مع الحكاية بتاعه، أنه هو خذاه باركور بعيد برشا، مع تخذاه مسار آخر بعيد ممكن على البوزار ولا على القراية ذي، وربما بعد قاد في قلبه أنه يقرأ ويدخل باك ويمشي كذا وعاود رجع، وهو عاود نجح، ممكن يسر ونجح حتى في الميدان الآخر اللي اختاروا. عاو باش نشوفوه نشوفوه. شاكر الشايب صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا، مرحبا بك شاكر. تحصلت على البكالوريا عام 2021؟ نعم. أي. مي ولدي معناها 21. يعني أنت ولدك شو اسمه ولدك هو؟ أحمد. 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 تحصلتوا على البكالوريا في نفس العام، في نفس العام. نفس السنة. ولكن أنت انقطعت على الشغل نتاعك، يعني كنت تخدم وقررت أنك ترجع لمقاعد الدراسة وخذيت الباك، يعطيك الصحة، ووصلت في الفنون الجميلة. يعني علاش اخترت المسار هذا؟ شنو اللي شدك باش ترجع إلى مقاعد الدراسة؟ والله هو برشا أسباب، أما ثم أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. السبب المباشر هو وضعية كورونا في 2020-21. كنت تخدم في شركة خاصة، تعرضت شركة خاصة. وين العمل متاعك؟ في مدينة في مدينة الجم. في الجم. في الجم ولاية المهدي. نعم. تعرضت لصعوبات كما بقية المؤسسات معناها بسبب كورونا. وفي نفس الوقت ولدي عادي بكالوريا في السنة هذيك، والبرنامج نتاع البكالوريا قلصوا فيه. أنا بحيث كنت معناها متردد أول مرة، ثم بعد خذيت قرار باش ندخل نقرأ. اي ولكن لما قررت باش ترجع تقرا هذا باش ياثر على الشغل نتاعك وعلى وعلى المعيشه نتاعك وكيفاش باش تصرف على عائلتك. صحيح. الله يصحح. هذا السؤال والدي المهم. عندي شقيقي يعيش في فرنسا، هو اللي شجعني، وهو كان صديق صاحب المؤسسه الخاصه اللي قريت فيها زاد في نفس الوقت. أنا شجعوني هو المدير المؤسسة، وخويا معناها مقيم بفرنسا، ومعناها وكانت النجاح بكالوريا كان تحفز باش يواصل لمساعدتي باش ندخل للجامعة. نعم. وشقيقك كان يبعث لك شهريا المصروف. نعم. يبعث لي شهريا. يعطيه الصحة، يعطيه الصحة. أنت قديش عمرك شاكر الشايب؟ من مواليد 74، معناها 50 عام السنة هذه. 50 سنة. زملائك الطلبة اللي في عمر أو أبنائك يعيطوا لك عم شاكر. عم شاكر. شنو كان إحساسك يعني وانت تزامل فيهم وتقعد معاهم وتحكي معاهم وتقرأ معاهم وتحضر معاهم في الدروس؟ والله خطرني عندي معناها أحمد ولدي البكر، هو معناها فيني نفس السنة متاعهم، وعندي شقيق هو أصغر منه معناها في العشرينات حاليا. معناها كنحس اللي هم ربما في سن ابنائي، كنت نتعامل معاهم على اساس انهم ابنائي معناها. مش بالضبط معناها، اما كنت نفهم في طريقتهم واسلوبهم من خلالهم، كنت نفهم زاد في ابنائي زاد. نعم. انت من الجم وكنت تمشي يوميا الى مدينه سوسه؟ والله اني اصلا من اني اصيل مدينه السويسي معناها، لكن كنت نخدم في الجم. انت اصيل السويسي. سويسي. كنت نتنقل نتنقل للسويسي، خاطرني من ضواحي السويسي، ثم بعد نتنقل للسوسه. يوميا على الحافله. شوف يا سيدي، يعني تعبت شويه.
بالنسبه للنقل تاع بيت على مستوى النقل يعني النقل اوك ون معناها كنت مدفع معناها ما خذتش ما تبتعتش بأبون موما كنت حبيت قبل اي شركة النقل ما حبيتش تعطيك اشتراك باعتبارك انك متقدم في السن أي. أي. ولكن كرهم يعتبروا ويقدروا المسألة انك تقرأ طالب يعني انت مهما كان العمر يعني هم عندهم قانون يسمح للطلبة حتى 35 سنة اي ما يعملوا استثناءات عاد الاستثناءات منها ربما تابعة الإدارة الولاية مثلا أو المعتدية فهمتك أي علاش اخترت الفنون الجميلة؟ والله أنا أصلا مغرم بالفنون بصفة عامة وخاصة الرسم والتصوير الزيتي كانت عندي هي معناها هي كانت هوايتي من قبل معناها أني شاب وكنت نرسم رسومات جميلة كانت أي إنسان يشوفني يعجب بها ويسألوني ديما السؤال هاو نشوفوا صورة بعثها لي الزميل الصحفي أنور الغريبي من مكتب الشروق في المهدية وراك لوحات زيتية نعم هذيك العمل المصاحب للبحث نتاعي هذيك شوف سيدي لوحات خاطر بالنسبه للبحث هو فيه جانب نظري وجانب تطبيق انا نعمل لوحات وفي نفس الوقت نعمل بحث نظري حولها نعم وكانت معناها اثرت اعجاب جميع الاساتذه والطلبه وكل من حضر معناها يوم ال نعم. يوم البحث هاي زوجتك شجعتك ولا قالت لك مش لازم تكمل تقرا والله بطلعت الحال في البدايه معناها ثم صار بعض الاشتباك معناها على القرايه ونقطع على العمل معناها كانت نوع من المغامره بطلعت الحال ما عرضتني وافقت وكذلك كانت بحذر نوعا ما ثم من بعد النجاح في البكالوريا كانت معناها الناس كل شجعوني بصراحه عم شكر الشيء بالصوره هذه وتظهر فيها انت لابس اللبسه نتاع التخرج وبحذاك ولدك أطول منك هنو وبحذك بنتك أيضا شو اسمها بنتك خديجة 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 نعم أي وولدك الصغير هذا كاس اسمه حليم وزوجتك وهيبة ربي يخليهم لك ويفضلك وأكيد باش تواصل لأنه يقول لي زميل أنور الغريبي أنك ناوي على الماجستير نعم بحول الله أنا الحال باش الماستر حاول الماستر خاطر معناها كل من سمع بالقصه نتاعي من اساتذه او اصدقائي شجعوني معناها باش نكمل نواصل وفي نفس الوقت علاش لا معناها ارفع فرصه عمل معناها مناسبه معناها نوفق بينها وبين الدراسه ان شاء الله موفق عم شكر الشايب شو رايك حسام؟ ولا يعطي الصحة ما نجم نقول كان يعطي الصحة معناتها وشباب على الدوام والأكثر من هكا معناتها ديما مازالت فما مراحل في الحياة كتو المسير بعد مسير زي الدكتوراه بعد دكتوراه إن شاء الله يعطينا دي بروجي جدد وإن شاء الله نشوفوا له معرض لوحات علاش ليه معناتها وإن شاء الله لا هو يرسم هو لا معرض كامل هو يرسم صحيح ما علاش ما يصيرش معرض معناتها يصير معرض لوحات نتاعو كل على الأقل نبداو بهذوك ويتشجعوا من بعد إن شاء الله باش تعطي الفرص وموديل الناس الكل أنت قلتها حكيت قبيل على شركة النقل هي عندهم قانون يتقيدوا به باش نبداو متفاهمين القانون يقول اللي هو لانه صارت بعض الانحرافات قبل انه فما شكون عنده اسكري على اساس انه يقرا مي هو ريال مو مش قاعد يقرا في البر ويستغل في الحاله هذه ما توا مع تاخر معناته برشا ناس تلزت باش تقص على القرايه وعاودت ترجع مره اخرى تنزل الورقه نتاع الاسكري وتمشي تصور كل حاجه عندها بدايه تنجم ان شاء الله تكون هذه البدايه نتاع بعض الاستثناءات صحيح باش توفر النقل للناس هذوما وتسهل لهم حياتهم حتى الخدمه انا كنت اتذكر حكيت لك قبل على احد البلدان اللي اعطت فرصه للناس اللي ترجع تقرا تحب ترجع تقرا نعطيك بريم كلزم انت تخدم مثلا نخدمك اشتر وقت ونعطيك بريم زايده باش تمشي تقرا لانه القرايه اللي باش تقراها هذيك باش تعاونك في الخدمه اكيد معناتها مش انك تجيب لي شهاده وتقول لي لا زيدني في الجراد لا نجيب لك نزيدك في الجراد نزيدك في الفلوس علاش لا اما المهم انك انت تحقق لي الاضافه في الخدمه مقارنه بعتها بالشيء الموجود وبشويه ابديت قال الراجل ثم الانسان لما يحب يواصل فيها رمزيه فيها معنى كبير
والكلام المعروف يقول لك اطلب العلم ولو في الصين، او اطلب العلم من المهدي الى الاحد. الى الاحد اكيد، وان شاء الله من المهدي ان شاء الله ديما متواصلين، لانه مش باش نحكي على هذا برك، من بعد باش نعطيك على رقم قياسي يصير في تونس لاول مره نتاع عمر معين، نحكي لك عليه من بعد. خلينا مع شويه تشويق للزابينك نمشي.